بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أتمنى تكونون بخير. بالنسبة لمحاضرة هذا الأسبوع، باعتبار المحاضرة الثالثة للفيزياء الإلكترونية اللي رفعتها لكم، طبعا بداية أحب أستذكر المادة للمحاضرة السابقة. المحاضرة السابقة كانت بالبداية تناقش النظريات اللي وضعت لوصف الذرات، إنه الذرة عرفناها بأنها أكبر جسيم مكون للمادة أو لبنة بناء المواد، يفترض أن تتألف من ذرات. فالذرة ناقشناها من وجهة نظر الإلكترونات، لأن هذا الموضوع يخصنا بتقسيم المواد إلى موصلات وعوازل وأشباه الموصلات. بالنسبة للنظريات عفوا اللي ناقشت بناء الذرات، وضعت عدة نظريات. بداية انه فقط نصت على كون انه وجود ذرة مكونة للمادة من دون الخوض بتفاصيل هذه الذرة. مع تقدم النظريات وجدنا انه النظريات الأخيرة لبور وراذرفورد لا وضعوا تفاصيل للذرة بكونها تحوي على نواة، والنواة موجبة الشحنة، وإلكترونات تدور حول النواة سالبة الشحنة. هذا الموضوع اللي هو الشطر الأول من المحاضرة السابقة أو المحاضرتين السابقة. بالنسبة للشطر الثاني، اللي اتفقنا انه راح نناقش كون هل يا ترى الضوء عبارة عن جسيمات صغيرة منتقلة ام هو عبارة عن موجات. طبعا مثل ما نعرف انه هناك علماء اللي مثل اينشتاين، وهسه مثل هذا البارت الثاني اللي هو كومبتون راح ناخذ، ذول اثنيناتهم شجعوا على كون انه الضوء هو عبارة عن جسيمات منتقلة. وبالمناسبة طبعا اخذوا جائزة نوبل يعني على كل اينشتاين وكومبتون، كل واحد من عندهم اخذ جائزة نوبل على كون انه هم يعني اثبتوا انه الضوء عبارة عن جسيمات منتقلة. فإثباتهم للضوء طبعا مو فقط انه هم يتكهنون بكون الضوء عبارة عن جسيمات منتقلة من دون الخوض بتفاصيل، من دون اعطاء دليل او اثبات، فينشرون ما يسمى ببيبر اللي هي ورقة علمية. هذا البحث فد بحث معين ينص على فد مفهوم واثبات هذا المفهوم. فمثل العالم اينشتاين والعالم كومبتون اخذوا عليه جائزة نوبل لكون يعني اثبتوا انه شيء ساب يعني وضعوا فد فكرة او نظرية لاول مرة، فاخذوا عليها كل واحد من عندهم اخذ جائزة نوبل. هذول العالمين اثنيناتهم اثبتوا بان الضوء عبارة عن جسيمات منتقلة. راح ننتقل للبارت الثاني، انه الضوء هل يا ترى يسلك سلوك الموجات ام لا يسلك سلوك الموجات. راح نلاحظ انه الضوء الى يعني ممكن ان يسلك سلوك الجسيمات وممكن ان يسلك سلوك الموجات. فوضعت النظرية الكمية اللي قاد للنظرية الكمية. فبالنسبة للمحاضرة السابقة احنا قلنا اكو شطرين او نقطتين راح نناقش بها كون الضوء عبارة عن جسيمات منتقلة. الشطر الاول اللي هو اللي التجربة السابقة اذا تتذكرون اللي هي البارت الاول اللي هي هذه الفوتو الكتريك افكت، تأثير الكهروضوئي، تأثير الكهروضوئي وكيف انه هذه الدائرة اللي مرسومة أمامك كانت مفتوحة وأغلقت. هذه الدائرة نتيجة لحركة إلكترونات منتقلة أو فوتو إلكترون منتقل وصل هذه الدائرة. فناقشنا هذه التجربة وناقشنا القوانين المتعلقة بهذه التجربة، وقلنا أن هذه التجربة تشرح كون الضوء عبارة عن إلكترونات، عبارة عن جسيمات متحركة، أن هناك جسيمات متحركة هي اللي تنطيني سيل الضوء اللي يكون أمامنا. هذا بالنسبة للشطر الأول. بالنسبة للشطر الثاني اللي هو كومبتون سكاترينج، راح ناخذ بتأثير كومبتون اللي هو محاضرتنا لهذا اليوم. بالنسبة لي هذا التأثير اللي هو تأثير العالم كومبتون، طبعا هذا العالم أثبت بأنه هي observed when X-ray
طبعا أثبت أو لاحظ أو تبين نتيجة التجربة إنه إذا أسقط موجة الإكس رايز تو تارجت ماتيريالز، فد نوع من المواد مستهدفة، فد مواد معينة إذا سقط عليها الإكس راي طبعا بزاوية سقوط معينة، حسب زاوية السقوط راح بعد شوية تبين في الجدول إنه حسب قيمة زاوية السقوط راح نشوف حسب قيمة مثل ما اتفقنا حسب زاوية السقوط راح تبين الفرق بين الأطوال الموجية ما بين الموجة الساقطة وما بين يعني ما بين الانسيدنت ويف لينث الطول الموجي للفوتون الساقط وما بين السكترد المتشتت. فنلاحظ انه لاحظ التالي انه بعد ما سقط اكس راي في زاويه معينه على فد ماده معينه لاحظ انه تو رايز وير سكترد تشتتت موجات اثنين انتجت تشتت بعد ما سقطت على هذه الماده. طبعا صفات ذول المادة الريز المتشتتة اللي هي الأشعة المتشتتة يقول تحصل أشعات اثنين وان اوف ذا سكاترد رايز وحدة من عدهم من الأشعات المتبعثرة أو المتشتتة نتيجة السقوط هاد سيم ويف لينث عندها ويف لينث طول موجي نفس طول الموجي للموجة الساقطة أو للأشعة الساقطة. Other had longer wavelength than the incident radiation. الإكس راي اللي سقطت وحدة من الرايز اللي سكترد اللي تبعثرت أو اللي شتتت عندها نفس الطول الموجي بينما الثانية عندها طول موجي أعلى عندها longer wavelength عندها طول موجي أطول. يقول هذا الإفكت أو هذا التأثير يسمى بكومبتون إفكت. طبعا احنا مثل ما بينت لك انه هو هذا يعني يعتبر اختراع وحصل عليه جائزة نوبل اثبت بانه الضوء عبارة عن جسيمات منتقلة. شلون اثبت عبارة عن جسيمات منتقلة؟ هذا المفهوم انه الانسيدنت رايز وذول التو رايز السكترز المتبعثرة بعد شوي راح يناقشهم طبعا بالشرح الموجود. خلال هذا الشرح راح يبين يا ترى انه الموجات او عفوا الرايز الاشعات المتبعثرة كيف اصبح لها مثلا ما هي الكاينتيك انرجي مالتها وطول الموجي مالتها. فنبدي نشرحهم واحدة واحدة. According to Compton, بالنسبة إلى Compton يقول the phenomenon الظاهرة of scattering ظاهرة التشتت is due to elastic collision. أكو فد راح يصير تصادم، هناك تصادم راح يصير بين منو وبينو between أكو فد تصادم اللي هذه كلمة collision يعني تصادم between the photon أكو photon ساقط مالت الـ X-ray and the electron of the target materials. هذه المادة المستهدفة اللي احنا سقطنا عليها الـ X-ray أكو تصادم راح يصير ما بين الفوتون الساقط الانسيدنت فوتون اللي هو هذا الفوتون من الإكس راي الساقطة ويا إلكترون موجود بداخل هذه المادة. إلكترون موجود داخل المادة اللي سقطنا عليها الإكس راي وراح تصادم مع فوتون محتوى داخل الإكس راي. شنو اللي راح يصير؟ When the photon of the energy HV collides يعني انصدم with the electron of the target materials انصدم الفوتون اللي عنده energy HV ويا الكترون موجود داخل المادة. Where the electron is assumed to be at rest it transfers some energy to the electron. هذا الفوتون من اجى وضرب الالكترون اللي موجود داخل المادة انطاه energy انطاه طاقة resulting in loss of energy راح طبعا راح يؤدي الى تقليل الطاقة اللي موجودة داخل الفوتون. Okay, the scattered photon will have a smaller energy. راح يصير عنده energy صغيرة اللي هي ال HV and consequently a lower frequency. وكذلك راح يصير عنده frequency أقل. هذا طبعا ال scattered photon مو الفوتون الساقط. ال incident photon هو الفوتون الساقط. ال scattered photon هو الفوتون المتبعثر. انه احنا عندنا فوتون ساقط اسمه incident photon سقط على مادة تحتوي على الكترون. هذا التصادم نتج من عنده اكو فوتون تبعثر اكو scattered photon اللي هو هذا طبعا اكو فوتون تبعثر فسمي بال scattered photon عنده energy اقل HV اقل
الانيرجي مالت الفوتون الساقط اعلى مالته، وعنده لور فريكوانسي وعنده كذلك فريكوانسي اقل ذات اوف ذا انسيدنت فوتون مقارنه مع الانسيدنت فوتون. ده نقارن ويا الفوتون الساقط. يقول during scattering process the electron gains some kinetic energy. الالكترون راح يمتلك طاقه حركيه during to the scattering process، هذا نتيجه التصادم نتيجه التشتت. الالكترون راح يمتلك طاقه حركيه تبعثر من عنده فوتون، اكو سكترت فوتون، والالكترون هنا تلاحظ انه اكو الكترون امتلك طاقه حركيه اللي هو هذا الالكترون، هذه الاشاره السالبه. الكترون امتلك صار عنده طاقه حركيه لاجل الانتقال. فشنو صار عندنا؟ صار عندنا انسيدنت فوتون انصدم بالماده، الماده بها الكترون، هذا الالكترون راح ينتج من عنده سكترت فوتون، هذا السكترت فوتون عنده اتش بي اقل، عنده طاقه اقل، وعنده طول وعنده فلو عفوا فريكوانسي اقل. هذا السكترت فوتون المتشتت مقارنه ويا من ده قارن مع الانسيدنت فوتون. الالكترون هذا اللي انصدم بالفوتون الساقط راح يمتلك سام كاينتيك انرجي، راح يمتلك كاينتيك انرجي نتيجه للتشتت، فراح يصير عنده طاقه حركيه تمكنه من الانتقال. هاي بالنسبه للالكترون اللي انصدم به الفوتون الساقط. احنا لحد الان شرحنا لهاي النقطة. يقول كومبتون سكترينج از ان الى ان الاستيك سكترينج بروسيس بيكوز ذا ويف لينث اوف ذا سكترد لايت از ديفرنت فروم ذا انسيدنت راديشن. كلمة الاستيك تعني مرن، وكلمة ان الاستيك تعني النقيض مالتها اللي هو غير مرن. فبالنسبة للسكترينج هذا التبعثر اللي صار أو هذا التشتت اللي صار راح يكون غير مرن. بالفيزياء النووية أو عفوا بالفيزياء أنه يقصدون بالتبعثر الغير مرن اللي هو الانيلاستيك سكترينج، يقول لما يكون مثل هسه يعني الحادثة اللي مالت كومبتون افكت، انه الويف لينث اوف ذا سكترد لايت الضوء اللي تشتت عنده ديفرنت ويف لينث من الضوء الساقط او الراديشن الساقط الاشعه الساقطه، فهذا يعتبر سكترنج ان الاستيك سكترنج، سكترنج غير مرن، يسمى يطلق عليه مفهوم السكترنج الغير مرن. يقول ذا تشينج ان ذا ويف لينث، طبعا هذه المعادله اللي موجوده امامك راح تحسب الفرق بالويف لينث ما بين الموجه الساقطه وما بين الموجه المتبعثره، راح يحسب الفرق ما بين الموجة الساقطة وما بين الموجة المتبعثرة. فعندنا اللمدة داش ناقص لمدة يساوي H over M not C على 1 ناقص كوساين ثيتا. بالنسبة للمدة داش هو يقول الwavelength مات الانسيدنت، الفاينل wavelength of the incident okay of the incident rays. بالنسبة لللمدة يقول الانيشال wavelength of the incident rays انه هذه الموجة الساقطة بعد التبعثر عندها فد ويف لينث معين، فيقول الفاينل ويف لينث افتر سكترينج والانيشال ويف لينث اوف ذا انسيدنت والويف لينث اوف ذا انسيدنت ريز. هنا الاتش هو ثابت بلانك مثل ما عرفنا وعندها فد قيمه 6.6 في 10 سالب 34 جول في سكند، وعندنا الام نوت هو الماس مات الالكترون ايضا محسوبه وعندها قيمه 9.11 في 10 سالب 31 كيلوغرام، والسي هي السبيد مات اللايت اللي عباره عن 3 في 10 8 متر بالسكند، وثيتا هي زاوية السقوط مثل ما اتفقنا. أنا من بداية أشرح قلنا بعد شوية راح نعرف أن زاوية السقوط لها علاقة بمخرجات هذا السكترينج، فمخرجات السكترينج يبين أنه يا ترى الفرق بالويف لينث له قيمة معينة تعتمد على زاوية السقوط الأشعة قبل السكترينج قبل التبعثر. فنلاحظ أنه في حال فإذا فقط للتأكيد اللمدة داش هو الطول الموجي للضوء المتشتت أو اللي صار بي سكترينج، واللمدة هو الطول الموجي للضوء اللي الانسيدنت اللي هو قبل ليصير بي سكترينج، هنا افتر السكترينج وهنا قبل السكترينج. بالنسبة لدالة الكوساين، دالة الكوساين هي دالة الجيب تمام، اكو فالتيبل اذا تتذكرون بالمدرسة ماخذيه،
انه يحسب لنا الداله عند فد زوايا معينه. طبعا احنا كنا سابقا حافظين لهذا التيبل، بس ان شاء الله بهذه المرحله راح تاخذون بالرياضيات انه نتيجه لرسم داله الكوساين انه احنا نتعرف على قيم الكوساين في نقاط معينه، فبالتالي انت ما محتاج تحفظ انه الكوساين عند الصفر قيمتها واحد وعند التسعين قيمتها صفر وهالامور، انا محتاج احفظهم وانما افهمهم على رسم الدوال. فراح راح تاخذون ان شاء الله فد موضوع مفصل اللي هو رسم الدوال الخطيه ورسم الدوال اللا خطيه بالمرحله الاولى، يكون كلش مهم انه تدققون عليه لان راح يفيدكم هواي بالنسبه لموضوع الاتصالات و يعني بالمواد اللي هي صلب اختصاصك حتى بالكهربائيه. ليش؟ يعني يخلي عندنا فكره وتصور على شكل الموجات بالاضافه الى قيمها، انه انا ما يحتاج اخذ فد فكره من خلال رسم الموجه، فبالتالي واني ما محتاج احفظ المفاهيم بقدر انه اقدر اترجمهم على فد رسمه معينه. فبالنسبه للكوساين، داله الكوساين اذا تتذكرون الرسم مالتها هو كالتالي، بهالشكل رسم دالة الكوساين. فعند الصفر قيمتها واحد وعند التسعين قيمتها صفر وعند المية وثمانين عندها قيمة سالب واحد وعند الميتين وسبعين قيمتها صفر وبالثلاثمية وستين قيمتها واحد وهكذا. فبالنسبة يقول الدلتا لامدا، دلتا لامدا منو؟ هي هذه المخرجات مالت المعادلة اللي هو هذا، هذه قيمة التغير باللامدا ما بين الضوء الساقط أو الفوتون الساقط وما بين الفوتون المتبعثر أو المشتت السكتر. يقول قيمته تكون صفر في حال الثيتا زاوية السقوط كانت صفر. زاوية السقوط كانت صفر معناها كوساين الصفر، أنا راح أعوض الصفر هنا، فمعناها كوساين الصفر، فبالتالي كوساين الصفر واحد. إذا خليت واحد هنا فهذا القوس راح يكون عبارة عن واحد ناقص واحد، واحد ناقص واحد يعني صفر، فصفر في أي قيمة أيا كانت هاي القيمة راح ينطيني صفر. فتلاحظ أن الدلتا لمدة التغير باللمدة بطول الموجي الساقط والمتبعثر راح يكون صفر في حال زاوية السقوط مالت الضوء كانت صفر. إذا زاوية سقوط الضوء كانت صفر راح يكون الضوء الفرق بالطول الموجي قيمته صفر، تمام؟ بينما الفرق بالطول الموجي إلى يقرأ في قيم معينة، لو كانت زاوية السقوط 90 أو كانت زاوية السقوط 180، أنا ما راح أناقش دول النقطتين بالتيبل، يكفي إنه أنا ناقشت الصفر وبينت لك إياه قيمته، البقية نفس الأسلوب راح تقدر تحسبهم. فإذا زاوية السقوط لو كانت صفر معناها كوساين الصفر واحد، معناها هذا القوس راح يكون واحد ناقص واحد، فبالتالي صفر في أي قيمة راح تكون قيمته صفر. من أني دا أقول ماكو تغير بالطول الموجي دلتا لامدا تساوي صفر، إذا معناها الطول الموجي للإنسيدنت راي اللي هي الأشعة الساقطة راح يكون نفس طول الموجي للأشعة السكتر المتبعثرة بنفس القيمة، هذا في حال كانت زاوية السقوط قيمتها صفر. البارت الثاني او بي راح يناقش انه كون الحد الان احنا انتهينا من نقطه واحد ونقطه اثنين. نقطه واحد اللي هي فوتو الكتريك افكت والكومبتون افكت، احنا ناقشنا النقطتين بينت انه الضوء عباره عن جسيمات منتقله وليست موجات. بالنسبة لبي انه الضوء يسلك سلوك الموجات، نعم الضوء ممكن يسلك سلوك الموجات بدليل عنده يخضع الى نقطتين اللي هي نقطة الانترفيرنس التداخل ونقطة الديفراكشن اذا تتذكرون الحيود، فراح نشرحهم. الظواهر اللي تأيد بكون الضوء هو عبارة عن طبيعة موجية، ظاهرتين، يعني ظاهرة الانترفيرنس ضد ظاهرة التداخل وظاهرة الديفراكشن هي ظاهرة الحيود إذا تذكرون ماخذين بالفيزياء. بالنسبة لظاهرة التداخل طبعا هنا الفيجر ما واضح، لذلك أنا فتحت فيجر، هذا فيجر معين، هذا الفيجر أوضح من الفيجر اللي موجود بالملزمة. طبعا يقول عندنا فد مصدر سورس مات لايت، عندنا مصدر من الضوء
هو موجود امامه في السلايد او سلايد، موجود امامه في الشريحه بها معتمه، بها في الثقب واحد، وبعدين امام هذه الشريحه المعتمه شريحه معتمه ثانيه بها ثقبين. فهنا راح يظهر عندنا ظاهره التداخل ما بين الضوء المنبعث من الفتحه الاولى والضوء المنبعث من الفتحه الثانيه، يعني هذه الفتحه الاولى وهذه الفتحه الثانيه اكو تداخل بنتيجه الضوء، راح يحدث نتيجة دول وكأنما الضوء المنبعث من الفتحة الأولى والفتحة الثانية عبارة عن مصدري ضوء، يقول راح يحدث بيناتهم تداخل، وطبعا هذا الانترفيرنس راح يبين من خلال عرضه على فالسكرين معينة على فالشاشة معينة، راح يبينون التداخل ما بين دول الموجتين. فكون التداخل ما بين دول الضوء المنبعث من الفتحة الأولى والفتحة الثانية، هذا يعني بأنه الضوء يسلك سلوك الموجات. فنرجع للملزمة، أنا هنا بس على مود الفقر، لأن هنا الفقر كلش بعيد ما أقدر أشرح عليه. فيقول wave interference phenomena، طبعا ظاهرة الانترفيرنس التداخل بالضوء occurs تحدث عادة when light passing، عندما الضوء يمر يمر خلال one slide، يمر فتحة معينة interference يتداخل with light passing مع ضوء يمر أو مرة through another slide، مع ضوء مرة من النقطة الثانية والفتحة الثانية مثل ما اتفقنا على الفيجر اللي على الفيجر هذا اللي موجود اللي راويتكم إياه. فعندي فتحتين موجودات في الصفيحة معتمة أو في السلايد معتم، راح يمر من خلالهم الضوء وراح يحدث بيناتهم التداخل، هذا التداخل يعرضوه من خلال فالسكرين معينة موضوعة على مسافة معينة. يقول the result of the pattern is a pattern، فالنمط يعرض على فالسكرين معينة placed a distance away from the slide، يخلوها فد مسافة على فد بعد مسافة معينة من السلايد من ذول الفتحات اللي دي مر من خلالهم الضوء. يقول السلايدز S1 و S2، ذول السلايدات الفتحات S1 و S2 behave as coherent sources، راح تعتبر هي sources هي مصادر من اللايت وتعتبر مصادر coherent. هسه شو معنات كلمة coherent؟ بعد شوية راح نتعرف عليها بذول النقطتين. بالنسبة لترجمة كلمة coherent، كلمة coherent بحد ذاتها معناها متماسك، أو يعني يفترض أن يكونون نوعا ما متماثلين. شنو متماثلين؟ بعد شوي راح نتعرف عليهم. فذول المصادر اللي الضوء اللي منبعث من خلال الS1 والS2 راح تعتبر مصادر الضوء وكأنها هي مصادر coherent of light waves، عبارة عن موجات من مصادر ضوء coherent that produce، اللي راح تنتج interference، راح تنتج تداخل فد نمط معين من التداخل interference pattern on the viewing screen، على شاشة العرض. The following conditions must be met، يجب أن تطبق أو تنفذ هذه الشروط اللي الموضوع على الشرطين ذولا يطبقون لأجل إثبات بأنه حتى تحدث هاي الظاهرة وبعدها ويصير هذا التداخل اللي شرحناه بهذه الرسمة اللي ينعرض على فالسكرين معينة. فالمفروض أكو فد شروط شرطين أساسيات لازم يعني نستحصلهم، اللي هما كلمة coherent. يقول أول شرط يجب أن يحقق هو شرط الcoherent، إنه هما يكونون المصدرين الضوء المنبعث من الفتحة الأولى ومن الفتحة الثانية يكونون coherent. كلمة coherent لها علاقة بالفيز، وحتى نشرح الفيز راح نرسم فد موجتين، طبعا الموجة الأولى راح أرسم لك إياها بهذا اللون والموجة الثانية راح أرسمها بلون آخر لأجل بيان الفيز. طبعا بالنسبة للموجة الأولى المرسومة والموجة الثانية اللي باللون البرتقالي والأزرق، ذول الموجتين ما يمتلكون نفس الفيز، نقطة انطلاق الموجة ما تكون نفس نقطة الانطلاق، فيسمى أنه هذه الموجة مع هذه الموجة لا تملك نفس الفيز، حتى لو تملك نفس الامبليتود أو تملك نفس البريود. طبعا ذول التفاصيل راح تمرون عليهم إن شاء الله بالرياضيات. فإنه هذه الموجة إنه هي coherent، يقول كلمة coherent لما يكونون يمتلكون نفس الفيز، يعني أنا أرسم الموجة اللي باللون الأزرق منطبقة تماما على الموجة اللي باللون البرتقالي، بذاك الوقت أقول إنه هما يمتلكون نفس الفيز وإنه هما coherent. بينما في حال ما يمتلكون نفس الفيز
بذاك الوقت راح يكونون not coherent. فيقول يجب أن maintain، يجب أن يحافظوا constant phase على phase ثابت with respect to each other، يبقى الفيز بيناتهم ثابت على طول الخط، ده الفيز، الفيز بيناتهم فقيمة معينة ثابتة، هذا راح يسمى coherent، وإلا راح يسمى not coherent. يقول the source should be monochromatic. كلمة مونوكروماتيك يعني معناها أحادي الطول الموجي، يعني يملك طول موجي واحد، يملك تردد واحد على طول الخط، فبالتالي عنده طول موجي واحد اللي هو containing أو يتضمن single wavelength، يملك طول موجي واحد، أحادي الطول الموجي. هاي بالنسبة لشروط الضوء الساقط، طبعا واحدة من الـ يعني ضوء، طبعا الليزر ممكن يوفي ذول الشروط، فالتجربة ممكن أن يتم خلال ضوء الليزر، أنه هو طبعا يحادي الطول الموجي، وذول مصادر الضوء اللي راح تنبعث راح تعتبر coherent، عندها constant phase، قيمة الفيز ثابتة ما بين النقطة والنقطة الأخرى. هذا بالنسبة للنقطة، نقطة الانترفيرنس، نقطة التداخل اللي شرحت الطبيعة الموجية للضوء. الخاصية الثانية اللي تبين أن الضوء له طبيعة موجية هي خاصية الدفراكشن مثل ما اتفقنا، وهي اللي هي الحيود. شنو تعني الحيود؟ يقول الدفراكشن is the deviation of light from a straight line. يقول فكرة أن الضوء يسير بخطوط مستقيمة، لو كانت الفكرة يعني على طول أن الخط يسير بخطوط مستقيمة من دون أن يتعرض إلى حيود أو يمر بالحيود، لكان الضوء ما يمر خلال الفتحات الصغيرة، وما يمر كذلك الضوء إذا يجد فد عائق معين، فد obstacle، فد عائق معين، فما يقدر يمر الضوء من خلال هذا العائق. فيقول أنه الضوء لا يسير بخطوط مستقيمة، وإنما ينحرف عن هذا المسار اللي هو بخط مستقيم، فبالتالي هو يخضع إلى ما يسمى بالديفراكشن اللي هو الحيود أو انحراف مسار الضوء. فيقول from straight line path، من الباث يعني مسار، وstraight line يعني خط مستقيم، line يعني خط، وstraight يعني مستقيم. يقول when the light passes through an aperture، إذا الضوء كون الضوء يتعرض إلى ما يسمى بالحيود أو الدفراكشن، تفسيراً لمروره من خلال الأبيرتشر اللي هي فتحات صغيرة، أو من خلال الراوند أور أراوند أبستيكل، أو من حول فد عائق معين. يعني أنا عندي مصدر ضوء، أكو فد عائق معين يعني خالف الجدار وخال بعد قبل لايت، فمو معناها أنه أنا الضوء ما يصل إلى ما بعد الجدار، لا، ممكن أن يصل إلى ما بعد الجدار لكون الضوء يتعرض إلى ما يسمى بالحيود. الحيود هي واحدة من الصفات اللي تبين أن الضوء يسير بشكل موجات. الموجات ممكن أن تحيد عن مسارها، فيقول الضوء عبارة عن موجات، وهذه الموجة عبارة عن كل نقطة من سطح تلك الموجة ممكن أن تعتبر مصدر صغير يشع الضوء، فبالتالي راح يفسر أن الضوء ممكن أن يعبر العائق أو يعبر في الجدار معين، أو ممكن يمر من خلال فتحة صغيرة. فالسبب انه الضوء عبارة عن موجة منتقلة، وهاي الموجة كل نقطة على سطح هذه الموجة تعتبر مصدر مشع للضوء، مصدر صغير يشع الضوء، ومرة ذولا الموجات الصغيرة ممكن ان تتكاتف مع بعضها فتنطيني تداخل يسمى بالتداخل البناء، فبالتالي تقوى الإشارة الضوئية الواصلة، أو مرة يتخالفون بالاتجاه، فوحدة من عندهم تضعف الثانية، فيكون التداخل يسمى بالتداخل الهدام مو تداخل بناء، فبالتالي الطاقة الضوئية الواصلة راح تكون أقل. طبعا هنا أنا كوفت شرح معين على هذه الرسمة، والرسمة ما واضحة، فهذا الشرح ما مطالب به إلا إذا صار أبديت إنه أنا أنطيك فد ورقة ثانية غير هذا اللي موجود، بس حاليا هذا القانون وهذا الرسم ما مطلوب، فقط التعريف اللي شرحت لك إياه، وسبب كون الضوء يعرف على كونه يمر بشكل موجات، واحدة من الأسباب إنه هو يتعرض إلى ما يسمى بالحيود وانحراف الضوء.